وهذا أحد البيوت المتضررة نتيجة القصف العشوائي الهمجي على مدينة قارة بتاريخ 16/4/2013. الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حول لا تبين عمك. يلا الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. بتاريخ 16/4/2013، ولكن ولله الحمد لم يحدث إصابات ولم يكن أحد موجودا في هذا المنزل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أننا نجعلك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شروره. اللهم عليك ببشار ومن سانده ومن أيده وموقف إلى جانبه.